أستاذ صلاح، دكتور صلاح سريعا، ما هو يعني تعليقك الإنساني على الرئيس مرسي وعلى كمان رحيله؟ يعني الرئيس مرسي في الحقيقة ربما إن شاء الله سينصفه التاريخ قريبا. الصورة اللي احنا شفناها النهاردة ده جزء من إنصاف التاريخ لهذا الرجل. الرئيس مرسي أراد لشعبه الخير، لكن جزء من هذا الشعب كان لا يستحق هذا الرجل، وتحالف مع العسكر ومع أعداء الأمة لإسقاط هذا الرجل وإسقاط التجربة الديمقراطية الوليدة في مصر. الرئيس مرسي لمن لم يعرفه لم يتقاضى قرشا واحدا من وظيفته، لم يتقاضى مرتبه في الرئاسة، لم ينقل أسرته العظيمة من شقتها المستأجرة إلى القصر، وفضل أن يعيش كما يعيش المصريون. أيوة. سيعرف المصريون من هو الرئيس محمد مرسي. أنا النهاردة تنقل إلي سيدة مصرية أنها تلقت مكالمة اليوم عصر اليوم من القاهرة. هذه المكالمة تقول لها أن في تقدير من يتحدث إليها يقول ما بين 85 إلى 90% من المصريين اليوم حزانة على رحيل الرئيس مرسي. وهذا الشخص يقول أنه كان في الساحل الشمالي، وكثير من الشاليهات في الساحل الشمالي تفتح القرآن الكريم على روح الرئيس محمد مرسي. والله قبل أن آتي إلى هذا اللقاء تحدث معي صديق خليجي يقول لي هذا الرجل كانت له كرامات. بقول امبارح بالليل كانت رحلة متجهة من الرياض إلى مكة لأداء العمرة مكونة من 40 شخص كانوا متجهين لأداء عمرة نفلا، ليست عمرة الإسلام أو ليست العمرة الواجبة، يعني عملوا عمرات قبل ذلك ورايحين يعني يعملوا عمرة في مكة، فغيروا نيتهم واعتمروا للرئيس مرسي. 40 شخص أدوا العمرة عن الرئيس مرسي. هؤلاء الجهلاء الحقراء كما أشرت في إحدى الصحف المصرية أنها تنشر خبر الرئيس مرسي التي كانت تتصدر أخباره من شتات الصحف المصرية والعربية والدولية، أن تنشر خبره على عمود 5 سنتي في 6 سطور، وافتقدت لمهنيتها التي تعلمناها نحن كصحفيين وإعلاميين أن الخبر لابد أن يجيب عن 5 أسئلة أو 6 أسئلة، من وماذا ولماذا وكيف وأين ومتى. هل هذا الخبر توفر فيه ذلك؟ هل بيان النيابة العامة توفر فيه من الذي توفي؟ ده النيابة العامة بالأمس استنكفت أن تقول من هو الرئيس محمد مرسي، ذكرت محمد مرسي أو محمد مرسي عيسى العياض. من هو؟ أسقطت عنه صفة المواطنة وأسقطت عنه صفة الأستاذية. احنا عندنا على فكرة الدستور المصري والقانون المصري لا يسمح بذكر ألقاب لا في الهوية ولا في الباسبورت إلا لأستاذ الجامعة يلحق به اللقب الدكتور فلان الفلان. هؤلاء الحقراء الموتورين أسقطوا لقب الرئيس وأسقطوا لقب المواطن وأسقطوا لقب الأستاذ الدكتور درجته العلمية. فهؤلاء تحولوا إلى وحوش فاقد الإنسانية والإحساس. فلا نتكلم عنهم، نحن نتكلم عن الشعب كما قال الأستاذ محمد، عندما يسمح للشعب أن يتنفس أو أن يتحدث أو أن يعبر ستجد من هو محمد مرسي عند الشعب المصري. طيب قبل ما اخذ دكتور محمد